وشك النهائي ديال الكروسه ديالنا من بعد ما طابت، حتى وشك ديالها كتجي مفشفشه غزاله تبارك الله ما شاء الله. ها هي فتحها لكم، كتجي رائعه تبارك الله ما شاء الله. نتمنى ان شاء الله تجربوها، ان شاء الله تجربوها وتردوا عليا في الكومونتير. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نوجد معكم واحد التيبان اللي كيوجد بسرعه وسهل في الخدمه ديالته وكيعطي نتيجه زوينه ان شاء الله. كنوجدوا في اسرع وقت. بركه الله غادي نبداو في المكونات. جوج كيسان ديال الماء دافي، كنضيفوا معاهم واحد نص كاس ديال سنيده، غنزيدو عليه واحد المعلقه ديال الخميرة ديال الخبز. ها هي وكنديروا واحد الفاني، كنحركوا هاد العناصر بثلاثه، نحركوهم تتفاعل لينا الخميره مع السنيده ان شاء الله، ونكملوا باقي العناصر اللي غنضيفها. بعدنا ولا لينا الخل كانت ساجمات لينا الخميره مع السنيده والفاني. دابا غنديروا هنا واحد 4 كاس تاع الزيت، ها هو نضيف واحد الخماره من وزن 8 غرام، ومن بعد كنضيفوا الطحين، الطحين على حسب الخليط. المهم انا عندي هنايا واحد 650 غرام تاع الطحين نضيفه. غنضيف هنايا واحد قبصة ديال الملح، ومن بعد غنزيدو الطحين، نجمعو هاد الخليط يتجمع لينا. دابا نستعمل يدي باش نجمع، المهم نتوما الطحين على حسب هذاك حسب السائل اللي عندكم، راه غادي تحتاجوا على حسب الطحين على حسب هذاك السائل اللي عندكم، يعني راح المهم من 600 غرام حتى ل 550، 550 حتى 600 غرام. كتحتاج لا لا نعجنوها لا حتى حاجه، المهم غنجمعوها صافي غتجمع لينا. هذا هو القوام ديالها. المهم انا دابا غنغسل يدي ان شاء الله ونكمل معكم باقي المراحل ان شاء الله. هي ما كتحتاج لا دلك لا والو، المهم غير نخلطوها تجمع لينا الطحين، متبقاش فيها الطحين باين وصافي. هذا هو القوام ديالها. دابا انا نغسل يديا وانا معكم ان شاء الله. ها هي العجينه ديالنا، دابا غنديرها هنايا ندهنوها بشويه الزيت،
هنا سطح العمل غنعدي نعملو عليه وندهنو بالزيت نديرو عليه العجينة ديالتنا هي هادي. نقسموها على جوج نقسموهم على اشكال متساويين كلشي على اشكال متساويين باش ما تجيناش وحده كبيره وحده صغيره. ومن بعد نشكلهم كويرات. المهم عطوني انايا عطوني 10 الكويرات اللي غادي تخرج لي هاد العجينه هادي. من بعد ما غنشكلوا هاد العجينه كويرات كما قلت لكم هاد الكويرات يكونوا كلهم متساويين غادي نخدموا بها في نفس الوقت ما غاديش نخليوها ترتاح. هاد العجينه هادي ما كتحتاج ترتاح غير كنسالو من التشكيل ديال الكويرات كنبداو في نفس الوقت نخدموهم نطلقوها. من بعد ما شكلنا الكورات ديالنا راه عطاتني هنا 10 د الكورات دابا غنغطيهم ندير لهم السلوفان باش ما تكون عندنا ديك القشره اللي كتكون فوق وان شاء الله وغنبداو ان شاء الله نورقو. هنا باش غنورقو عندي الزبده البلديه الزبده ديال العبار المهم ما تكونش مارغرين ودرت معاه شويه الزيت هي باش غنورقو. اول كره شكلناها غنغطسها هنا في هذه الزبده ودرت معاه شويه الزيت كما قلت لكم وغادي نطلقها بحال كنطلق مسمن كما قلت لكم راه ما كتحتاج لا ترتاح لا والو نفس الوقت كنخدموا فيها. كنشكلوها بحال مسمن كنشكلوها بحال هكا ونحطوها. كنستمر حتى نسالوهم كلشي نسالو هاد الكويرات اللي عندنا ان شاء الله ونكمل معكم باقي المراحل ان شاء الله. بعد ما سالينا كلشي الكرات اللي عندنا دابا غنبداو من اول وحده اللي خدمنا بها اول وحده غنطلقوها بشويه نحاولوا نقادوها باش ما تجيناش خارجه لينا من الجناب المهم تكون قاده. بعد ما طلقناها دابا غنجيبو هاد الشكلاط ديال الكرواسون هذا غندير وحده هنا وندير الاخرى هنا وغادي نقسموها من النص من هنا وهاد الغوا عادي نفس الشيء
نفس الشيء مخالط الشيء على الربوع. نطلق الأخرى بنفس الطريقة، نحاول نقدوها باش ما يكونش لينا تكون قادة بحال شكل مربع. الطريقة هذي قلت لها الجناب نديرو لها الشكلات نفس الطريقة اللي درنا في الشكل الأول. تنسالو كل شيء. غندهنهم بصفر بيضه والخل. ندهنهم كلهم. راه ما كيحتاجوش يخمروا غير حيت الجو اصلا سخون. الجو دابا الجو اصلا سخون، تاشوش الخميره اصلا فيهم الخميره دغيا كي دغيا غادي نساليهم غادي نطيبهم ان شاء الله. دابا راه الفرن كيسخن بعد ما دهنتهم كلهم صفر البيض. دابا غندير لهم هنا كاوكاو هذا ايفيلي، وغندير لهم عاوتاني هنايا الكاوكاو كونكاسي. كما قلت لكم الفران راه سخون، غنكون نديرهم في الفران تكون العافيه عليهم من تحت. يكون ملي درا سخون غنديرهم غنسخن نقص العافيه ونديرهم العافيه عليهم من تحت تيتنفخوا ويتحمروا من تحت، عاد نشعل عليهم من الفوق. هذا هو الشكل النهائي ديال الكروسه ديالنا من بعد ما نطابت. هذا هو الشكل ديالها، كتجي مفشفشه غزالة تبارك الله ما شاء الله. ها هي فتحها لكم، كتجي رائعة تبارك الله ما شاء الله. نتمنى ان شاء الله تجربوها، ان شاء الله تجربوها وتردوا عليا في الكومنتار ان شاء الله. ما تنساونيش البنات من لي كومونتير الزوينين ديالكم. اللي مازال ما اشترك عندي في القناه يشترك وتفعلوا الجرس باش يوصلك لكم الجديد ديالي. ان شاء الله نكون عند حسن الظن ديالكم بيا. نتمنى يعجبكم، وإلى اللقاء في وصفة جديدة إن شاء الله وفي فيديو جديد إن شاء الله. Thank you.